عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الحادي عشر الفرع العلمي أهلا بكم في شرح منهاج مبحث الرياضيات سنتعرف اليوم على حل أنظمة المتباينات الخطية بمتغيرين ننتظر من كل طالب في نهاية هذا الدرس أن يتعرف إلى مفهوم حل نظام متباينات خطية بمتغيرين أن يحول المسائل اللفظية الى نظام من المتباينات الخطيه وان يحل نظام مكون من متباينات خطيه بمتغير سنبدا معا في خطوات الحل الخطوه الاولى نمثل كل متباينه بيانيا على حده ونظلل منطقه الحل الخطوه الثانيه نحدد المنطقه المشتركه بين حل المتباينتين الخطوه الثالثه مجموعه الحل تكون هي المنطقه المشتركه بين المتباينتين بمعنى على فرض انه كان عندي متباينتين وانا بدي احسب ما هو حل النظام كله بمسك المتباينه الاولى بمثلها بيانيا بحدد منطقه الحل وضروري اركز على انه حل المتباينه منطقه وليس نقطه بظلل منطقة الحل المتباينة الأولى بمسك المتباينة الثانية وبظللها على نفس الرسمة بمثلها وبظلل منطقة الحل إلها هيك بصير مثلت مجموعة الحل أو منطقة الحل المتباينة الأولى وبرضه مثلت منطقة الحل المتباينة الثانية بركز على المنطقة اللي تضللت مرتين تضللت في المرة الأولى وتضللت في المرة الثانية معنى إنها تضللت مرتين معناها إنها بتحقق المتباينة الأولى وبتحقق المتباينة الثانية إذا تعتبر حل المتباينة الأولى وحل المتباينة الثانية إذا تعتبر حل النظام كله نفس الشيء لو كان عندي ثلاث متباينات هظلل منطقة الحل المتباينة الأولى، منطقة الحل المتباينة الثانية، منطقة الحل المتباينة الثالثة، وهدور على المنطقة اللي ظللتها ثلاث مرات هتكون هي منطقة الحل. هنتعرف على حالات التمثيل البياني. أول حالة من حالات التمثيل البياني إذا أنا مثلت المتباينة الأولى وحددت منطقة الحل إلها. مثلت المتباينة الثانية وحددت منطقة الحل إلها. ولقيت انه اصلا ما فيش تقاطع في منطقتي الحل، في هذه الحالة بقول انه لا يوجد تقاطع، وبالتالي مجموعة حل النظام ككل تكون فاي. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية، لو أنا مثلت المتباينة الأولى وحددت منطقة الحل إلها، زي ما هي ظاهرة أمامنا. مثلت المتباينة الثانية وحددت منطقة الحل إلها. بلاحظ هنا إنه في منطقه ظللت مرتين وين هالمنطقه هذه هي المنطقه المظلله باللون الازرق هذه تعتبر منطقه الحل وهذه هي الحاله الثانيه اذا حالات التمثيل البياني اولا لا يوجد تقاطع وفي هذه الحاله بتكون مجموعه الحل فاي او يوجد تقاطع وبهذه الحاله بتكون منطقه الحل الموجوده امامي هي اللي تظللت مرتين هيك بكون تعرفت على حالات التمثيل البياني خلينا نبدأ بمثال حدد مجموعة حل نظام المتباينات الآتي المتباينة الأولى 2 س ناقص 4 أقل من ص المتباينة الثانية س 6 ناقص س أقل من أو يساوي 2 ص علشان أحل هذا النظام لازم أمسك كل متباينة لحال وأمثلها لحال إذا بدي أبدأ بمين؟ نوجد مجموعة حل المتباينة 2 س ناقص 4 أقل من ص بدي أشتغلها لحالها علشان أحسب مجموعة حل هذه المتباينة في عندي خطوات لازم ألزم فيها أولا نمثل معادلة الخط المستقيم المرافق للمتباينة إيش يعني؟ يعني بدي أخذ المتباينة بدي أجيب معادلة الخط المستقيم المرافق إلها يعني بدل ما هي أقل من خليتها يساوي فصارت معادلة الخط المستقيم 2 س ناقص 4 يساوي ص بدي أمثل الخط المستقيم بكل بساطة كنا عارفين كيف نمثل المعادلة الخط المستقيم بعمل جدول بفرض قيم لسين وقيم لصاد وبحسب النقطة كاملة علشان أنا بهمني أعرف وين تقاطع حد المتباينة مع, مع مع المحاور محور السينات ومحور الصادات بفرض مرة سين صفر ومرة صاد صفر طيب لما أجي أعوض عن سين بصفر صاد بتطلع معايا سالب أربعة لما أجي أعوض عن صاد بصفر س بتطلع معايا 2 بتصير النقطة الأولى صفر وسالب أربعة والنقطة الثانية اثنين وصفر هيك بكون جبت النقاط بروح بكل بساطة بحدد النقاط اللي هما النقطة الأولى اثنين وصفر النقطة الثانية صفر وسالب أربعة طيب أنا إيش بدي أمثل؟ بدي أمثل معادلة الخط المستقيم بروح برسم الخط المستقيم الواصل بين النقطتين بتطلع على المتباينه اصلا المتباينه كانت اشارتها اقل من لانه ما كانش فيها اشاره يساوي اذا بمثل الخط المستقيم متقطع فبيكون بالشكل الموجود امامي بكل بساطه حولت المتباينه او اخذت معادله الخط المستقيم المرافق للمتباينه مثلت الخط المستقيم زي ما احنا متعودين لما وصلت للتمثيل بس رجعت للمتباينه والله لانه ما فيش اشاره يساوي في المتباينه رسمت الخط المستقيم متقطع طيب هيك بكون انا مثلت الخط المستقيم المرافق للمتباينه طب انا بدي احسب مجموعه حل المتباينه اذا انا بدي اعرف كيف او وين هو حل المتباينه بدي اخذ نقطه واختبرها دائما احنا بنختار نقطة الاختبار و0 ليش؟ لأنها بسيطة في التعويض، أنا ممكن أختار نقطة ثانية، لكن و0 أسهل، لما اجي اعوض في المتباينه واشوف النقطه صفر وصفر تحقق المتباينه ولا لا؟ هشيل السين واعوض بصفر واشيل صاد واعوض بصفر هيصير 2 في صفر ناقص أربعة هل هذا الكلام اقل من صفر؟ 2 في صفر صفر سالب 4 اقل من صفر فعلا السالب 4 اقل من صفر اذا الصفر وصفر تحقق المتباينه اذا فعلا الصفر وصفر تحقق المتباينه اذا الصفر وصفر تقع في منطقه الحل لو أجيت أنا للرسمة تبعتي الرسمة كانت عبارة عن خط مستقيم بدور على النقطة صفر وصفر وين موجودة؟ موجودة على الطرف الأيسر بروح بظلله ليش؟ لإني لما أخذت النقطة صفر وصفر وحققت عوضت في المتباينة لقيت فعلا إنها بتحقق هذه المتباينة طيب هو دايما لازم أختار الصفر وصفر؟ لا هو أنا ممكن أختار أي نقطة تكون واقعة على اليمين أو على اليسار مطرح ما النقطة تحقق بظلل حبيت أتأكد من حلي ممكن أخذ نقطة تانية وأتأكد وأعوض في المتباينة علشان أتأكد من منطقة الحل هيك بكون عرفت وين منطقة حل المتباينة الأولى طيب هو مش طالب مني حل متباينة واحدة هو طالب مني حل متباينتين يعني نظام كامل بدي أمسك المتباينة الثانية ونفس الشغل اللي اشتغلته على المتباينة الأولى أشتغله على المتباينة الثانية فبيصير عندي اولا او ثانيا عفوا نجد مجموعه حل المتباينه 6 ناقص س اقل من او يساوي 2 ص وطبعا بنفس الطريقه نفس الشغل اللي اشتغلته طيب انا ايش عملت اولا مثلت معادلة الخط المستقيم المرافق للمتباينة رفعت إشارة الأقل من أو يساوي وخلّيتها بس يساوي علشان أنا أعرف أمثل معادلة الخط المستقيم اللي هي 6 ناقص س تساوي 2 ص طيب كيف بمثل معادلة الخط المستقيم؟ بعمل جدول وبفرض مرة سين بصفر ومرة صاد بصفر وبحسب النقاط كاملة لو وضعت سين بصفر وأجيت عوضت عن سين صفر ستة تساوي اثنين صاد إذا صاد تساوي ثلاثة لو رفعت النقطة صاد وعوضت عنها بصفر هتطلع عندي ستة ناقص سين تساوي صفر إذا سين تساوي ستة النقطة الأولى صفر وتلاتة النقطة الثانية ستة وصفر بروح على رسمتي اللي اصلا انا مثلت عليها المتباينه الاولى نفسها بحدد النقطتين، النقطة الأولى 6 وصفر، بحدد النقطة الثانية صفر وثلاثة، قبل ما ارسم الخط المستقيم برجع للمتباينة، إذا كان فيها إشارة يساوي برسم الخط متصل، إذا ما فيش فيها إشارة يساوي برسم الخط متقطع. لانه اشارة اليساوي كانت فعلا موجوده، كانت المتباينه اكبر من او يساوي، برسم خط مستقيم متصل. هيك عرفت ليش في المرة الاولى كان متقطع وفي المرة الثانية كان متصل. لحد الان انا ما وصلتش لحل او منطقة حل المتباينه الثانية. مين اللي بحدد لي بختار نقطة وبعوض في المتباينة؟ انا لو اخترت النقطة صفر وصفر بكل بساطة ممكن اعوض. النقطة اللي اخترتها صفر وصفر بدي اروح على المتباينه 6 ناقص س اقل من او يساوي 2 وص، وبدي اشوف النقطه صفر وصفر. إذا بتحقق المتباينه بظلل على المنطقة اللي فيها صفر وصفر، إذا ما بتحققش بظلل المنطقة الثانية. بدي ارفع سين وأعود مكانها بصفر، وارفع صاد وأعود مكانها بصفر، فبصير 6 ناقص صفر أقل من أو يساوي 2 في صفر. هل 6 أقل من أو يساوي صفر؟ طبعاً هذا الكلام مش صحيح، وبالتالي النقطة صفر وصفر لا تحقق المتباينة إذا بدي أجي للمنطقة اللي فيها صفر وصفر هذه المنطقة اللي تحت وما أظللهاش ليش؟ لأنه النقطة صفر وصفر ما حققتش وبالتالي كل النقاط مش هتحقق طب إيش بدي أعمل؟ بظلل المنطقة التانية اللي هي المنطقة العلوية وهي مظلله أمامكم باللون الأخضر هيك بكون ظللت منطقة الحل للمتباينة الأولى باللون الأزرق منطقة الحل للمتباينة الثانية باللون الأخضر طب انا بدي حل النظام كله مش حل كل متباينه لحال اتفقنا في بدايه الحصه انه مين بده يكون الحل بده يكون هو المنطقه المشتركه طب كيف بدي اعرفها هي المنطقه اللي تظللت مرتين وبالتالي مجموعه الحل هي جميع الازواج المرتبه الواقعه في المنطقه المشتركه طب وين المنطقه المشتركه هي الرسمه مين عند المنطقه اللي تظللت ازرق واخضر مع بعض هينا لولناها باللون الأزرق هذه المنطقة تعتبر منطقة الحل. لو أجيت اخترت أي نقطة واقعة في هذا المكان في منطقة الحل لازم تحقق المتباينة الأولى ولازم تحقق المتباينة الثانية. هيك بكل بساطة بكون حددت حل أو منطقة الحل لنظام من المتباينات الخطية. خلينا نشوف تدريب لدى خلود سبع ساعات على الأكثر للاستعداد لأداء ثلاثة امتحانات في الرياضيات والفيزياء والتاريخ وقد وضعت جدولا زمنيا لذلك فخصصت ساعتين لدراسة التاريخ وخصصت من واحد إلى ست ساعات لدراسة الرياضيات أما الفيزياء فخصصت لدراستها من اثنين إلى خمس ساعات اكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الجدول الزمني ومثله بيانيا في هذا التدريب أعطاني مسألة لفظية المطلوب مني أترجم هذه المسألة اللفظية ليه؟ نظام من المتباينات الخطيه بعد ما اكون هذا النظام اني احل هذا النظام علشان اصل لمنطقه الحل. بدي اطلع معطياتي من المساله اللفظيه. لدى خلود سبع ساعات على الاكثر للاستعداد لدراسه او لاداء ثلاثه امتحانات رياضيات فيزياء تاريخ بمعنى انه عندها سبع ساعات على الاكثر ماكسيمم سبع ساعات بدها تدرس فيهم رياضيات فيزياء تاريخ. وضعت جدولا زمنيا لذلك عملت جدول عشان تعرف توزع الزمن وتدرس فيه خصصت ساعتين لدراسة التاريخ طيب إذا كانوا هم سبع ساعات وشالت ساعتين لدراسة التاريخ يتبقى على الأكثر خمس ساعات لدراسة الرياضيات والفيزياء خصصت من واحد إلى ست ساعات لدراسة الرياضيات من ساعة إلى ست ساعات رياضيات والفيزياء خصصت لدراستها من اثنين إلى خمس ساعات هيك بكون ترجمت علشان اصل لكتابه متبينات بدي افرض رموز. اول حاجه بدي افرضها انه عدد الساعات المخصصه لدراسه الرياضيات هي سين. لازم اكون عارفه انه سين لازم تكون اكبر من صفر. ليش؟ لانه هي ناويه او مقرره انها تدرس وبالتالي لازم يكون لسين قيمه وعدد. نفرض ان عدد الساعات المخصصه لدراسه الفيزياء صاد نفس الشيء هتكون صاد اكبر من صفر. هذه بالنسبة لمتغيراتي. طيب أنا عارفة إنه خصصت من واحد إلى ست ساعات لدراسة الرياضيات. الرياضيات رمزت لها بالرمز سين، هتكون محصورة بين الواحد وبين الستة. فهيصير عندي سين أكبر من أو تساوي واحد، أقل من أو تساوي ستة. كمان خصصت من اثنين إلى خمسة ساعة لدراسة الفيزياء. رمزت للفيزياء بالرمز صاد ص هتكون محصورة بين الاثنين وبين الخمسة، وبالتالي شكل المتباينة هيكون ص أكبر من أو تساوي اثنين أقل من أو تساوي خمسة. هيك بكون كتبت أو استنتجت متباينتان. بالنسبة للمتباينات المتباينة الأولى س أكبر من أو تساوي واحد أقل من أو تساوي ستة. المتباينة الثانية ص أكبر من أو تساوي اثنين أقل من أو تساوي خمسة. المتباينة الثالثة إحنا عارفين إنه هم سبع ساعات على الأكثر شالت ساعتين وبالتالي سين زائد صاد أقل من أو يساوي خمس ساعات لأنها أصلا شالت ساعتين للتاريخ بهيك بيصير عندي ثلاث متباينات المفروض أني أنا أجيب نظام أو أكون مجموعة الحل هذا النظام طب إيش بدي أعمل؟ بدي أمسك المتباينة الأولى وأحلها وأصل لمنطقة الحل وأمسك المتباينة الثانية وأمثلها وأصل لمنطقة الحل وأمسك المتباينة الثالثة وأمثلها وأصل لمنطقة الحل وبعدين أشوف المنطقة المشتركة اللي ظللت ثلاث مرات هبدأ في المتباينة الأولى أولا نجد مجموعة حل المتباينة س أكبر من أو تساوي واحد وأقل من أو تساوي ستة نمثل معادلة الخط المستقيم المرافق للمتباينة وهو س تساوي واحد وس تساوي ستة طيب ما أنا عارفة إن معادلة المستقيم الخط المستقيم س تساوي واحد هو عبارة عن خط مستقيم يقطع محور السينات عند النقطة واحد هذا بالنسبة لمعادلة الخط المستقيم س تساوي واحد أيضا س تساوي ستة معادلة خط مستقيم يقطع محور السينات عند النقطة ستة هيك بكون عرفت كيف همثل معادلة الخط المستقيم بروح برسم الخط المستقيم الذي يقطع محور السينات عند النقطة واحد وعند النقطة ستة هو أصلا في المتباينة كانت سين محصورة بين الواحد والستة طبعا لأنه كان في إشارة يساوي في المتباينة سين أكبر من أو تساوي واحد سين أقل من أو تساوي إذا الخطوط المستقيمة متصلة هذا الإشي لازم أتأكد منه سين محصورة بين الواحد والستة، وبالتالي منطقة الحل هي المنطقة المظللة أمامكم باللون الأحمر. هيك بكون حسبت أو حددت منطقة الحل للمتباينة الأولى. بدي أشوف المتباينة الثانية. نجد مجموعة حل المتباينة صاد أكبر من أو تساوي اثنين، صاد أقل من أو تساوي خمسة بنفس الطريقة. علشان أمثل حل المتباينة لازم أستعين بمعادلة الخط المستقيم. نمثل معادلة الخط المستقيم المرافق للمتباينة. طيب ما هو الخط المستقيم المرافق للمتباينة؟ هو ص تساوي 2 وص تساوي 5. طيب أنا عارفة إنه الخط المستقيم ص تساوي 2 هو عبارة عن خط مستقيم يقطع محور الصادات عند النقطة 2. أما ص تساوي 5 فهي عبارة عن خط مستقيم يقطع محور الصادات عند النقطة 5. بروح فورا على التمثيل البياني برسم الخط المستقيم هذا بالنسبة للرسمة او حل المتباينة الأولى بدي أكمل حل عليها برسم خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقاط 2 و5 طبعا الخطوط لازم تكون متصلة لكن لأنه كان في عندي في المتباينة إشارة يساوي يعني كانت صاد أكبر من أو تساوي صاد أقل من أو تساوي بعد ما رسمت الخطوط وعرفت إذا كانت متصلة أو متقطعة بظل المنطقة الحل وهي المنطقة المحصورة بين الخطين بهذا الشكل هيك بكون حليت المتباينة الأولى وظللت منطقة الحل باللون الأحمر حليت المتباينة الثانية وظللت منطقة الحل باللون الأصفر ضل علي المتباينة الثالثة نجد مجموعة حل المتباينة س زائد ص أقل من أو تساوي خمسة ما هي الخطوات؟ أول خطوة نمثل معادلة الخط المستقيم المرافق للمتباينة وهو س زائد ص تساوي خمسة علشان أمثله زي ما تعلمنا لازم أروح أعمل جدول أفرض مرة س بصفر ومرة ص بصفر عندما تكون س صفر ص خمسة وبالتالي النقطة صفر وخمسة. لما تكون ص صفر اذا س خمسة وبالتالي النقطة خمسة وصفر. بروح على نفس الرسمة اللي مثلت عليها حل المتباينة الاولى وحل المتباينة الثانية وبحدد النقاط اللي هي صفر وخمسة وخمسة وصفر وبرسم الخط المستقيم. قبل ما اروح على منطقة الحل برجع للمتباينة. كان فيها إشارة يساوي فعلا كان فيها إشارة يساوي إذا الخط المستقيم يكون متصل وليس متقطع طيب بعد ما رسمت الخط المستقيم بدي أعرف وين مجموعة الحل المتباينة وبالتالي بدي آخذ نقطة وأختبرها احنا مجازا دايما بناخذ النقطة صفر وصفر من باب أنها سهلة في التعويض إذا نختار نقطة للاختبار ولتكن النقطة صفر وصفر نعوض بالمتباينة س زائد ص أقل من أو تساوي خمسة هشيل س واعوض بصفر هشيل ص واعوض بصفر هل صفر زائد صفر اقل من او تساوي خمسة؟ فعلا صفر اقل من او يساوي خمسة اذا النقطة صفر وصفر تقع في منطقة الحل بروح على الرسمة الموجودة امامي بدور على النقطة صفر وصفر هيها موجودة عندي بظلل المنطقة اللي موجودة فيها النقطة صفر وصفر يعني جميع أزواج المرتبة الواقع في هذا المكان تعتبر حل المتباينة حبيت أتأكد من حلي ممكن أخذ نقطة تانية وأتأكد إن كانت بتحقق المتباينة أو ما بتحققش المتباينة هيك بكون ظللت منطقة الحل طيب هيك صار عندي المتباينة الأولى ظللتها باللون الأحمر المتباينة الثانية ظللت حلها باللون الأصفر المتباينة الثالثة ظللنا منطقة الحل باللون الأخضر حل النظام يكون المنطقة المشتركة يعني بدي أدور على المنطقة اللي تظللت ثلاث مرات أحمر وأصفر وأخضر بلاقيها هي عبارة عن المثلث الموجود أمامي باللون الأحمر هذه المنطقة الملونة عندي باللون الأحمر تعتبر حل النظام كامل إيش يعني حل النظام كامل؟ يعني جميع النقاط والأزواج المرتبة التي تقع في هذا المثلث أو تقع في هذه المنطقة تعتبر حل للمتباينة الأولى وحل للمتباينة الثانية وحل للمتباينة الثالثة جميع الأزواج المرتبة الواقعة في المنطقة المشتركة وطبعا لو أنها باللون الأحمر تعتبر مجموعة الحل بهيك بنكون انتهينا من التدريب وحلينا نظام من المتباينات وتعرفنا على منطقة الحل طلبنا الأعزاء تعرفنا اليوم على حل نظام من المتباينات الخطية بمتغيرين تعرفنا كيف نحول المسألة اللفظية إلى أنظمة من المتباينات نشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته